نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معسكرا تدريبيا لأعضاء مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية بالمركز الرئيسي للأنشطة الطلابية بالعجوزة. وأوضحت تنسيقية الأحزاب أن نادي المدربين بالتنسيقية يستهدف الكوادر الطلابية من اتحاد المدارس لتدريبهم وتأهيلهم للحياة السياسية، حيث شملت مخرجات المعسكر التدريبي ربط لجان اتحاد طلاب مدارس الجمهورية بالوزارات المعنية وباللجان النوعية داخل مجلس النواب، بالإضافة لخلق جيل من الكوادر الشبابية الواعية بأهمية المشاركة في الحياة السياسية.